خالد ما يحصل. تعديش الموضوع كده، انا بديك الوقت ده عشان ده منبر موجود تنقل فيه الفكره للناس وتقول انت بتتكلم في 29 وراضي عنها، وانا ارضى عنها ليه؟ وترضوا عنها ليه يا مصريين؟ اذا كنا بنقول ان احنا هنعلم، انا بقول كلام ل هنعلم ازاي الناس تكشف على نفسها، انا بقول كلام مظبوط صح. طيب لو الكلام ده موجود، سواء كان المسح اللي انتوا بتعملوه المتكرر، او ان احنا بنعلم بنعلم بناتنا يعني ان هم يخلي بالهم من الموضوع ده ليه؟ عشان ما تتجرحش، عشان ما يتكسرش خاطرها، لان هو اي حاجه من دي طالما عرفناها مبكرا جدا جدا خلاص علاجها. مش بنتكلم في تكلفه هنا، احنا بنتكلم في الاثر الناجم عنها، وده اللي خلانا عملنا المبادره دي يا خالد. فانت عندك فرصه تقول وتشرح عشان ال 29 كتير، ال 29 اللي انت شايفهم من 70 يعني نجاح ونمو. طب ما احنا ممكن نخليها صفر، بان النهارده بدل ما نلح على ان ارجو ان كلامنا ما يزعلش الناس اللي حاضره ولا اللي بتسمعني في مصر، بدل ما نقعد نلح بان المطبخ في الاربع قنوات كل شويه مطبخ مطبخ مطبخ، حد يلح في الموضوع اللي انت بتقول عليه ده؟ مفيش برنامج شفته بيتكلم عن عادات صحيه وعادات رياضيه تساهم مساهمه كبيره في اللي انت بتقول عليه ده يا خالد، محدش بيتكلم فيه خالص. فانت لما جيت الاستاذه امل بتديك 15 قلت لك خد لك 50. ليه؟ عشان كنا دلوقتي تقريبا ممكن تكون بتسمعنا، فلما تسمعنا تحكي تقول اعملوا في دي كده، واعملوا في دي كده، واعملوا في اطفالكم كده، وقبل الجواز اعملوا كده. عشان ايه؟ عشان مش عشان احنا مش قادرين نعالج، عشان اللي بيتاذي بيتالم، واحنا مش عايزين حد يتالم.